خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اعتماد المجلس لهذا القرار، أكد سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن القرار يعزز الرؤية والخيار الاستراتيجيين للعاهل المغربي لفائدة التفاوض وتسوية السلمية للنزاعات ونهج سياسة اليد الممدودة. هلال أوضح بأن مجلس الأمن ومن خلال هذا القرار وقع على الشهادة 28 لوفاة فكرة استفتاء أقبرت منذ أزيد من عقدين، رغما يضيف عن أنف الجزائر وصنيعتها البوليساريو. ماذا يمكن أن نستخلص من القرار 27-3؟ من الرباط يعلق تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس. أصدر مجلس الأمن قراره الجديد 2703، وهو القرار الذي جاء في سياق مجموع القرارات التي عرفها مجلس الأمن منذ سنة 2007 عندما تقدم المغرب بمقترحه الخاص بالحكم الذاتي، والتي كما هي معروف قرارات أقبرت نهائيا مسلسل الاستفتاء الذي يتمسك به خصوم الوحدة الترابية المغربية. وأشار المجلس مجددا إلى الأهمية التي اكتسيها مقترح الحكم الذاتي بوصفه مقترحا جادا ومطبوعا بالمصداقية، وبالتالي طالبت الأطراف مجددا من أجل التفاوض في هذا الإطار، وذلك تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي. عملية التصويت كانت كما هو الحال في القرارات السابقة بموافقة 13 عضوا لمجلس الأمن وامتناع دولتين عن التصويت، وهما كل من روسيا والموزمبيق. أعتقد أن هذا التطور المهم الذي عرفته آلية اتخاذ القرار داخل مجلس الأمن منذ سنة 2007 إلى اليوم يؤكد أن السبيل الوحيد اليوم للخروج من عنق الزجاجة الذي يعيشه النزاع المفتعل بخصوص موضوع الصحراء هو الركون إلى إرادة المجتمع الدولي التي تعبر عن أملها في أن يتوصل الأطراف إلى حل سياسي متوافق عليه عن طريق المفاوضات. وبطبيعة الحال فالمفاوضات سوف تكون دائما في ذلك الإطار الذي خطط له مجلس الأمن، وهو إطار الموائد المستديرة التي تجمع كل الأطراف المعنية بما فيها النظام الجزائري. استمعنا من الرباط لتاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، وقد تحدث ليوسف النعماني.